يقول: رجل يعمل في بلد غير إسلامية ومتزوج، يبعث المال للأضحية إلى ولده في بلاده أو إلى والده في بلاده ويذبح باسمه، فهل في ذلك شيء؟ وهل هذه الأضحية صحيحة؟ نعم، هذه الأضحية صحيحة وعبادة. إذا كان يرسل لوالده ثمن الأضحية والوالد ينفذ بالوكالة عن الولد، هذا شيء طيب، إحياء لسنة شعيرة، وتدخلها الوكالة. يجوز لك أن توكل من يضحي عنك في بلدك وفي بيتك، سواء والدك أو غير والدك.